لما بنيجي نتكلم كده عن لبس مريح ولبس متعودين عليه كمصريين، طبعا مش هننسى نتكلم ابدا عن الجلابيه. جلابيه تراث مصري اصيل، وفي عائلات بتحترف مهنه خياطه الجلابيه ابا عن جد، وكمان بتورث ده لاولادها. تعالوا نشوف مع حضراتكم حكايه عم صبحي مساعد. صبحي مساعد اللي بيشتغل في هذه المهنه، مهنه خياطه الجلابيه، وبيورثها ابا عن جد. ترزي يضفي أفكارا جديدة على خياطة الجلابية. ورثت أسرة الخياط صبحي مساعد فن خياطة الجلابية عبر عدة أجيال المهنة أبا عن جد، وعلم أولاده الأربعة فن خياطة الجلاليب. إحنا بالنسبة لنا الشغلانة إحنا مش بنختارها، هي اللي بتختارنا، لأن إحنا عيلة أبا عن جد خياطين، فلازم الابن يطلع يتعلم غصب عنه، لازم يتعلم. بعد ما يتعلم بقى ويكبر هو يشق طريقه عادي براحته بعد كده، بس احنا اللي علينا وهو صغير نعلمه. بالنسبه لينا احنا كصعايده جلابيه يعني راجل، انا اشوف نفسي في الجلابيه انسان محترم، مش بعكس ان احنا الناس اللي ما بيلبسوش الجلابيه مش محترمين، لا دي هي ثقافتنا احنا. احنا ثقافتنا كده في الصعايده في الجلابيه. بص، هو اللي انت بتتعلمه انت بتتعلم يعتبر الاساسيات، بعد كده انت بتبدا بموهبتك بشطارتك، بتبدا انت ايه بتشوف مثلا حاجه انت بتعدلها بتطورها مع الزمن، لان كل زمن وليه ازواجه. دلوقتي في ناس شباب طالعه لا حابه ستايلات معينه انت بتقدر تنفذها كده، مش موجود، ما كانتش موجوده زمان، لكن دلوقتي بقت تطلب منك، فانت لازم بموهبتك لازم تحاول ان انت تواكب ايه، تواكب التغير ده. دول ما انت شغال لازم تفكر لقدام. بالنسبة للجلاليب كصنعة مثلا، لو ربنا كرمنا ان شاء الله ناويين يبقى لينا مثلا ايه ماركة معينة كده، زي ما احنا طابعين كاس باسمنا وعاملين كروت باسمنا، ان شاء الله يبقى لينا ماركة كده تتحط جوه الجلابية باسم صبح الخياط. يحلم هاني ان تتحول منتجات ورشتهم في يوم من الايام الى علامة تجارية مشهورة، ولا يستبعد ان يتحول الحلم الى حقيقة. الجلابية وعالم صناعة الجلابية وشكل الجلابية بيقول انت موجود في محافظة ايه، وسع الكم وضيق الكم بيتحدد حسب انت بتعمل بيها ايه وانت لابسها. نفكر كده، اهالينا في الصعيد الجو بيبقى عندهم شديد الحرارة في الصيف، فبيحبوا الجلابية عشان تبقى عندهمش حاجة ماسكة عليهم ومضايقاهم ومحرراهم. وصناعة الجلابية نفسها بقى حسب كل واحد وذوقه وسنه وهيستخدم الجلابيه في ايه. زي مصري اصيل منا، واجمل حاجه عجبتني في التقرير وهو بيتكلم صبحي انه انا نفسي يبقى دي ماركه مسجله مصريه، احنا دي صناعه مصريه اصيله جدا وبتعبر عن هويتنا وعن ثقافتنا، فنتمنى يا رب يبقى فعلا عندنا كده زي ما بيقولوا خط انتاج او ماركه مسجله مصريه في صناعه الجلابيب اللي هي بتعبر عن تراثنا الشعبي.